وقمت ببيعها كالآتي: بعت ثلثي هذه الأرض واستلمت ثمنها على دفعتين، والثلث الآخر بالقسط على 28 شهرا. فهل يجب علي الزكاة عنها للأعوام السابقة حتى العام الحالي أم لا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الزكاة تجب في عروض التجارة، وهي السلع المعروضة للبيع والشراء طلبا للربح، ومن ذلك الأراضي. فإذا كان عند الإنسان أراضي يعرضها للبيع طلبا للربح من ثمنها، فإنها تصبح بذلك عروض تجارة. فإذا اشترى أرضا و عرضها للبيع لطلب الربح، فإنها تصبح عرضا من عروض التجارة. والسائل يسأل عن قطعة أرض اشتراها بنية تجارة وبقيت عنده مدة سنين، ثم باعها بثمن مقسط على أقساط، فماذا يجب فيها؟ نقول: يجب عليك أن تزكيها لكل السنين التي بقيت قبل البيع، ما دمت أنك قد عرضتها للبيع وتريد بيعها كل هذه السنين، فإنها في كل سنة تمر عليها تجب فيها، وذلك بأن تقومها بما تساوي وقت تمام الحول، ثم تخرج ربع العشر من قيمتها التي قومتها بها حسب ما تساوي في يومها وفي وقتها. يجب عليك أن تزكيها بعدد السنين التي بقيت في ملكك تنتظر بها الربح، وكذلك يجب عليك أن تزكي قيمتها التي بعتها بها، فما قبضته منها فإنك تزكيه إذا حال عليه حول، وما بقي بذمة المشتري فإنك تزكيه أيضا عن كل سنة إذا كان المشتري مليئا وقادرا على السداد. أما إذا كان المشتري مفلسا أو معسرا ولا تدري هل يتمكن من الوفاء أو لا يتمكن، فإنك تزكي ما في ذمته إذا قبضته وحال عليه الحول، تزكيه لسنة واحدة، إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة، ويكفي هذا إن شاء الله. نعم. وهكذا من كان عنده أرض يقصد منها الربح، يجب عليه أن يزكيها كل سنة بسنتها أو لا يزكيها إلا بعد أن يقبض ثمنها؟ لا، يزكيها كل سنة، كل سنة تمر عليها وهي معروضة للبيع أن يقدر ثمنها. يقدر ثمنها، نعم، وقت تمام الحول، نعم. مثل عروض التجارة التي في دكانه وغيره، هي سلعة من السلع تقوم بما تساوي وقت حلول الحول وتزكى، وإن كان هذا التقدير مثل ثمنها الذي اشتراها به أو أكثر أو أقل. أو آخر. نعم. بارك الله فيك.